اورينت في بلاد الامريكان، وبناء على رغبه الجماهير حد طالب مني ان انا افرجه البانتري بيتوضب ازاي، اوكي، او يعني ازاي اساعد في توضيب البانتري. ده البانتري بتاعي ده اوضه، اوكي، يعني انا عارفه ان اغلبيه الناس بتبقى عندها اللي هو دولاب، انا عندي اوضه. ده ما كانش كده يا جماعه، اول ما خدت خدت البيت بسبب البانتري ده. كانش كده، كان ده من تحت رف وانا عملته ادراج من تحت كابن زي ما انتم شايفينها، وهو كده متبهدل. يعني انا كده البانتري بتاعي متبهدل بقالي اسبوعين ما وضبتهوش، اسبوعين ولا ثلاثه، اكتر من اسبوعين. لما كنا في الاجازه كان شهر 8 ما وضبتهوش، اوكي. فانا يعني انا عيالي من النوع اللي هو يعني زي ما انتم شايفين كده، اي اطفال ما اعرفش هم حاطين ايه هنا. ده اكيد جوزي مش عيالي. لا ده عيالك. ده عيالي؟ ماشي، دول مش عايزاهم هنا. انتوا جايبينهم هنا ليه؟ اطلعهم بره في البانتري. سيبيهم بعدين بقى. طيب ماشي، دي نحطهم، الحاجات دي نحطها هنا. دي حاجة مارفيلا، الحلقان بتاعت مارفيلا في الكهرباء. البانتري انا عايزة من ده الكروب. امسكوا واجيب لكم. لا مفيش من ده الكروب. اوكي ماشي. كده هروح اطلع من دي الكور مع بعد اذنك يعني. ده البانتري بتاعي، اوكي. انا كل حاجه يا جماعه انا مطلعاها حطها في علب زي ما انتم شايفين كده. العلب دي كانت اللي هي طبعا دي مش الماركه الغاليه اللي بتبقى التسعه ب 90 دولار، لا دول كانوا على البلاك فرايداي من اسمه ايه؟ وول مارت، كانوا ب 20 21 دولار ولا 30 دولار؟ ايه هو؟ مش فاكر، بس ما تسالنيش على دول. كانوا ب 24 ولا ب 29؟ لا هو كان في العشرينات، يعني لا ب 25 لا ب 30. لا ما كانش السنة اللي بعدها بقت ب 30. طيب يعني لو ب 25 أو ب 30، أوكي؟ فأنا بصراحة يعني ممكن تاخد الحاجة وبتخليها طازة وبتقعد مدة كده. ده البانتري بتاعي، إحنا عاملة الشلفات، دي شلفات خشب. وسلم. دي شلفات عادية. أنا عاملاها يعني شايفين من هنا ده باين ورق أهو، تعالى كده هاني. ده ورق يعني ده مش رخام، عشان حد بيقول رخام، لا ده مش رخام، ده ورق عادي انا فرشاه ولازقاه على خشب. طبعا لزقه سهل جدا، ولو جيتوا شفتوا هتلاقوني انا مبوظاه وانا بلزقه. بس ف لما باجي انضف انا بشوف طبعا الاكسبريشن، انا زي ما قلت انا كنت موضبه الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات مثلا. طبعا الحاجات اللي بتبقى على الطب دي بتبقى عايزه بس مسحه، بمسح الخشب ان هو نضيف بما ان دي الكلور، والحاجات الاكسباير برميها بس. فده كله اغلبيته بتبقى العلب اللي عندنا. انت عايز البقسماط ده؟ لا ده اللي انت عايزه. ده وول نات. اه اللي انت كنت عايز. مش يعني بس هيتحمص. يعني انا هقول لكم على حاجه، العلب دي بصراحه انا بحبها. يعني انا عندي كمان ان هي العلب اللي احنا بنجيب اي حاجه بتبقى العلب باقيه، يعني العلب دي البلاستيك بعينها، بس ما بحطهاش كشكل ده مفتوح، ما بحطهاش كشكل ده، يعني ده بيبقى شكله كده مع بعض احلى واقيم. يعني بيبقى الكبار هما ليهم مقاسات، ده اكبر مقاس، ده اللي تحته، ده هما اربع مقاسات، واحد اتنين تلاته اربعه، اوكي. وده طبعا بعرضهم، يعني في واحد ده كمان اللي احنا حاطين فيه هني، ممكن تيجي كده، اللي احنا حاطين فيه الشاي الاخضر ده، ده عريض. ده البانتري بتاعي، هو مكركب شويتين تلاته عشره. الحته دي جايباها كمان شلفات من المنظمه ده من دولار تري. انا اخترت اللون البني عشان يبقى مش مع الخشب. والسبيكه دي جايباها من دي من وول مارت، ما وجدتش تاني وول مارت. لا وول مارت ده ما عندوش، بس موجود في وول مارت تاني. كان الاثنين بسته دولار، وموجود منها في راس وفي هوم جود، يعني لو تدوروا عليها. يعني انا ورثت كل حاجه، الحاجه يعني الوح نفسك الوح نفسك عشان هتعيدنا، يعني اغلى برضو ده، انا برضو حسب ده برضو كنت جايباه، ده جايباه من برضو دولار ستور. فيعني زي ما انتم شايفين كده الحاجه، انا بحاول ادير الهنائات من دي، يعني بصوا دول جايبينهم من اكيا. اكيا انا جبتهم، ما كنتش معايا انت. هو جايبهم الحاجات اللي انك تحطها تبقى ايه، لو باجز باجز ولا حاجه، بس انا نادرا ما بستخدم الباجز. الرف اللي فوق دايما بخليه للمناديل. طبعا انا عارفه ان اغلبيه البيوت ما بيبقى انت ورتيهم، قلت لهم جبتيهم من اكيه. هو ايه ده اساسا عشان الناس مش عارفه ايه ده؟
اللي انت بتقولي ان انا جايباهم من اكيا اللي هم حاجه بتقفل بيها الباج بتاع الشيبسي وال الشاي ده لسه ما استخدمناهوش. ده الشاي الانجليش الانجليش تي. زي ما انتوا شايفين كده ده انا بحطها دايما في الرف اللي فوق، بحط الحاجات العاليه اللي زي ما انتوا شايفين المناديل كلها فوق. النابكن انا عادي برضو ببقى حاطها في الرف اللي فوق. ده ازايز السيرب بتاعت هاني بتاعت القهوه بتاعته اللي ما بتشربش كل سنه، وكل ما بوضب بقول له هرميها ما بنرمهاش. لا انا ما انا مش انا دلوقتي في كيتو، ماشي هعمل لكم جورنال من الكيتو بتاعي. قلبي الصغير لا يحتمل. وبعدين بتاعت ال ده المفروض دي حاجه طبيه تدخل جوه، ما تعمليه في البانتري. وهي يا جماعه انتوا بتحطوا لي كل حاجه في البانتري، وده الراجل ده هيدي شكل يعني اللي ده انا قلت انا عايز ارميه. الديكوراتي ما حدش يعرف مش هدي لحد بيحب بصمات. ماشي ده زي ما قلت ده عندنا ريزن. ايوه انت جبتي ساعة الرز بلبن وما حطيتهوليش في الرز بلبن. لا انا جبت لك الرز بلبن الاصفر ده وانت ما خدتش. وانا مش عارفني مش المعنى انت المفروض تحطيه. فطبعا انتوا شايفين خلاص مش عندي... مش هاكله تاني نمو خلاص. الكورونا اهي محدش شربها اهي. ماشي على الكورونا اهي. فين الكورونا؟ اهي. الكورونا كاكاو. محدش بيشرب كاكاو عندك. وجايب ال 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 طب وانت الناس هتتفرج معايا كده الناس هتزهق مني. انا نفسي اعرف ده بيجي ازاي. ممكن سكينه انت. ده عسل بينزل معرفش بيجي منين. ده ارميه محدش محدش هيشرب. ارمي ده؟ عينيا انا بحب الرمي طول ما احنا قاعدين بيقول ارمي برمي على طول. عايز اليانسون برميه ولا لا؟ اليانسون سيبيه ارمي ارمي الحاجات التانية دي. وإلا لا ممكن مع الدايت دلوقتي ممكن اشرب حاجة. فأنا قلت إن أنا منضفاه قبل كده بصراحة يعني احنا بس بقى إيه بإعادة ترتيبه، لأن أنا لو كتر الأيادي في الزبادي تضرني لما هما بيلعبوا مع في حاجتي بقى. حاجات سبايسي يعني. ده شقة عمري ده كده. احنا قربنا هو ده ايه هني؟ ده البدا كده احنا بعد ما ده طبعا بعد 3 4 ايام. الفيديو ده مثلا يمكن من 4 ايام يعني. احنا بعد ما رتبناه رجع باص تاني ف هنرتبه تالت يعني. بس وده انا حاطه هنا مثلا ده الميلك شيك البروتين شيك، وده هنا الحاجات بتاعتنا كلها للتوابل زي ما انتم شايفين. كان زمان كنت بكتب بالليبل كده هنا ايه، بس يعني ايه دلوقتي انتم عارفين الام المصريه. ده بعد ما ترتب انا هنا مثلا عندي ده انا كان هو شيلف فانا عملته دراج، فانتم زي ما انتم شايفين ده فيه الخزين بقى بتاعي وبتقفل ما بيبانش ايه حاجه خالص. نفس القصه للباب ده برده الحاجات اللي هي السكر السكر باودر الدقيق الرز حاجات الكميه الكبيره انا حطاها ومش باينه. وبرده نفس القصه هنا ده الدقيق والرز. فده شكل البانتري العادي بتاعي. انا بحط الاسبته زي دي كده، بحط الاكياس او بحط البصل والثوم عشان ما يعفنش يعني يبقى فيه تهويه ليه. ودول برده بحط ده الثوم زي ما انتم شايفين. ده المانجا المانجا دي جميله شايفين دي كنت جايبها من ريستوران ديجو. بس فده شكل البانتري التوتال بتاعي. مش فانسي ولا انا بالنسبه لي ده مش فانسي يعني. بيبص لي لا مش فانسي. لا يعني هو عادي يعني انا هو انا مظبطاه بس يعني انا بالنسبه لي مثلا يعني لو هكمل اشيل ده ما يخليش حاجه عندي تاني منه. دول يبقى كله في علب متخصصه، ده برضو علب متخصصه. بس انا مش من النوع بقى اللي هتفقع، انتوا واخدين بالكم. ده نفس الحوار انا عايز اخد شاي معايا الشغل فخليني اطلع واحده شاي. ده شاي ولا ده السكر؟ لا شاي السنة هسيبي ده انا هجيبه. ده انا هاخد باكس كامل يعني. بس فده كانت حلقه على السريع. البتاع مش جديد فتح هني. ده جزء الادويه بتاعنا، فده خلوا بالكم يا جماعه عشان احنا داخلين على ايام ما يعلم بها الا ربنا في الزفت فلو الكلام ده. خلوا عندكم شويه فلو
تيست والكوفيد تيست، وخلوا عندكم ادويه البرد وخلوها موجوده عشان احنا مش عارفين الفتره الجايه هيبقى عامل فيها ايه، فعلى الاقل عندكم حاجه وتعينوها. انا عندي اهو زي ما انتم شايفين جايني على فجاه اهو الديكول موجود انا عشان العيال، وده ده عشان بتاع كورونا يعني مش عايز اشوف بس الاكسبريشن بتاعه امتى اخر 25 عشان. وفي التايلانوف زي ما انتم شايفين اهو ده ما اتفتحش، بس طبعا ده ما عادش عندي السن ده، بس مارفلا ما بتاخدش غيره يعني. بس استنينا في الحلقه الثانيه جايه كتير من هاني ومريم في بلاد الامريكان. باي باي.